السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته باوضي الرمضان كريم كسو دوادا قضبضا واركا تلفشك عالمي ستار تي في ودي كي من يحرون تردحو تلفشكو اللي مقال ده هرقيسة هدو ايبر هاليك نقدنا وحا واركا ينسو تبيني انيقو عبد الرحمن شومبا شيخ شبعان وكمد علمده واوين ارهر سوماليل انا ايا الشاقين وحبا كمجران ايهين لقح للشاقين ولولك كسو دعيو بيشان سقالي اللي باتن كيدا وزارة عافمات كالصومالي اللان ايا كور بحيسيه حالة عافمات اي صحفي عبد المالك موسى عوضون او كوحنا الحبس قد حيما قال ده هرقيسة ابوان يوسف شاعر ايا اقوبا قيب بلشدة الصوماليات اينا يقر مدان تدكي وحيي لدو سوق قادي ee roobabka fatahaadda biyuhu ay saameeyeen magaalooyinka Qardho iyo Burco. Wararka dibadda ayna haynaa waxa ka mid ah ugu yaraan 40 qof ayaa ku dhintay qarax ka dhacay magaalada ku taala dalka Syria. Dalalka Soomaaliya iyo Kenya ayaa xadka waxa laga dareemaya saansaan colaadeed oo ka jirta halkaasi. daawadayaal kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobadii warka ugu doorka roona imikiyaha tan ku soo dhawaada qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan